الاستاذ عبيد محرز السليماني وهلال السوداني. إذن على ضوء هذا المنتخب السنغالي يلعب هنا بملعب 5 جويليا في حدود الساعة 8:30 دخول موفق للمحرز والهدف ممتازة في القائم الثاني المتابعة للهداف الذي تنقل بقوة. نشوف هنا توق المحرز تفوق ومرر بدكان في عمق دفاع فريق غينيا للبطولة الإنجليزية. على الصورة أمامنا رياض محرز يعني وسنكتشف منتخب وطني بدون ياسين إبراهيم وهذا هو اللي راح نشاهده يعني. ثم الانطلاقة ممتازة ناحية الهلال السوداني تمكن والفوعة في القائم الثاني بعيدة هل لا خرج لا ما زالت ما خرجين لحق عليها محرز يغطي كورتو بحاجة إلى مساعدة في مراوغاته يمرر ناحية رفيقه اليوناني عاد للفريق لأنه كان سبق وتقمص ألوان هذا الفريق اليوناني غاب وهو اكتشاف بعض اللاعبين في هذه المقابلة. ثم الانطلاقة من محرز يتوغل محرز ممتاز محرز يحافظ على كورتو يغطيها يمرر ناحية الهلال السوداني دخل تعاود ترجع كرة لمحرز في وسط الميدان في كورتو ممتازة كانت تصل يعني موش ممكن كرة مرفوعة هذه المرة لمحرز داخل منطقة العملية محرز ماذا سيفعل محرز يسدد تصطدم بالجدار وسهلة للحارس تعادل احترام الخصم ضروري في كرة القدم احترام الخصم يعني حتى المقابلة يعني لم تنتهي يعني منذ من الدقيقة الأولى إلى صفارة الحاكم يعني اللعب يعني بكل جدية المراوغة ضاعت منه من حسن الحظ انه موجود محرز في توزيع الكرة في القائم الثاني ولكن تدخل الدفاع الصندوق ركنية واستغلال الكرة الثابتة من طرف منتخبنا الوطني في القائم الثاني رأسية ناحية من سليماني ياخذ ورقة ثنائيات وخاصة في الكرات العالية ثم الانطلاق وتدخل من الخلف لا الخطأ هنا موجود الحاكم من الحاكم السوداني تدخلاته لم تكن في كرات صعبة وبالتالي فالمطلوب من المنتخب الوطني هو الضغط بقوة ووصلت الضغط حتى يخلي الارتباك ويفتح الفجوات في دفاع فريق منتخب غينيا محرز في كرة مرفوعة في القائم الثاني رأسية سلام سليماني بعيد منتخبنا الوطني ثم الانطلاقة من محرز حط كرة في العمق ممتازة هل يلحق عليها بالفعل لا تدخل الدفاع ترجع الكرة ثم تايدر ثم الانطلاقة هذه المرة من مسلوب حط كرة ممتازة ناحية الهلال السوداني يلحق عليها الهلال السوداني الهلال السوداني راح يسدد تقريب اغلب الكرات صوب القائم الثاني من مرمى دوخ المنتخب الوطني في وسط الميدان هذه المره اكبر عدد من جلب عناصر المنتخب الوطني في وسط الميدان مع بدايه الشوط الثاني وهذا اللي كان غايب في الشوط الاول المتحرر نعم الميدان يعني اعطى يعني نوعا ما من توازن للفريق الوطني الناحيه البدنيه الفريق الغيني نوعا ما احسن من الفريق الوطني ربما قوه المنافسه الاوروبيه كثيره في الشوط الثاني كان ربما أقل ضغط من المرحلة الأولى ثم الانطلاقة كرات كثيرة تصل في غولي هذه المرة ما فيهوش في وضعية يعني وفي غولي هنا مطالب يعني لما يكون واحد ضد واحد وإلا لازم يعني الفرصة ما زالت أمام المنتخب الوطني وأيضا الناخب الوطني أمام السنغال وراء اللاعب راهي غلام توصل كرة لكورتو لمحرز محاولة الانطلاقة من محرز أمامه مجاني ثم الانطلاقة تغطية لما تضيع منهم الكرة ثم الانطلاقة تبقى لمصلحة المنتخب الوطني كرة مقطوعة كرة ما تصلش بالدقة اللازمة للرفيق بأسلوب ممتاز ناحية رفيقه ينطلق محرز من هناك على الجهة اليسرى محرز يحاول حسن حظه أنها الشوط الثاني هي للمنتخب الوطني ولكن دون خطورة خطورة نسبية نوعا ما كرة ثابتة مرة أخرى مرفوعة ناحية في غوله ليتمكن منها لا إخراج الكرة بسرعة ضرورة زيادة في السرعة سرعة تمرير الكرة ناحية الرفيق ثم الانتهاب الضربات الرأسية ولكن تبقى الكرة الدور فقط في منطقة منتخب غينيا دون خطورة على دفاع هذا المنتخب يلحق عليها حشوت قبل خروجها محرز يغطي كورتو ثم ينتظر في كل عناصر منتخب غينيا في منطقته جدار أول وجدار ثاني كرة لحشوت قصيرة ما في غولي ثم محرز مرة أخرى هل يسدد محرز يسدد ولكن تسديدة ليست بالقوة المطلوبة وسهلة للدفاع يسترجعها مرة أخرى والدفاع